هل هذه كانت مباراة عادلة؟ لا، الحكم مصطفى غربال لم يمنح لاعبينا الحماية الكافية وسمح بخشونة زايدة، بس ده موجود في الكورة. كويس، بس هل هذه كانت مباراة عادلة فيما يتعلق بتعامل الجمهور الخشن ايضا علاوة على اللاعبين مع منتخبنا؟ هو ده موجود في كل انحاء افريقيا، وعلى فكرة ده مش اول مرة يحصل لنا، انا سافرت كل بلاد افريقيا حصل معنا كده واكتر من كده، والمباريات لم تعاد ولم يتم تدخل الاتحاد الافريقي، بل بالعكس وافق. يعني الشكوى، امال احنا قدمنا شكوى على ايه؟ احنا قدمنا شكوى على ان الطوب اللي اترمى ده، الازاز اللي اترمى ده، ممكن جدا الاتحاد الافريقي ياخد قرار او اجراء عقوبات على الاتحاد السنغالي وعلى منظمي المباراه. انما تتعاد مطلب لابد ان يكون هناك شيئا قانونيا في المباراه، خطا وقع من يعني الحكم عمل اجراء خطا، الحكم من حقه لما حضرتك قلت ان في ببار او تشيك ريد كارد خلاص والحكم ما وافقش، هم قالوا له احتمال، انما هو ده راجل ما اداش انذار. انا مش شايف ان الحكم كان موافق، الحكم لم يكن موافقا ولم يحقق العدالة الكاملة بين الطرفين ولم يدي للفرقة بتاعتنا الحماية الكافية، انما ده وارد. وعلى فكرة هو من حكام النخبة اللي راح ينكس العالم. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.